إيه واحد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي آدم الصليحي وأقدم وصفات طبخ لا علاقة لها بالطبخ. نبداو بمعلقة ديال الزيت هي الأولى، ونزيدو عليها معلقة ديال الزبدة. هاد الزبدة هادي زبدة بلدية، اللي هي زبدة عادية ذوبوها حتى ولد منها الماء، بقات فيها غير الزبدة ومنسمة اللي هي الزبدة. واحد الزبدة دير الزبدة عادية وهني راسك بلا ما تبقى تخربق مخك الله يرحم بوك، خليها تذوب. ولا درت غير الزيت حتى ما تحتاجش، غنزيدو عليه واحد جوج دورة ديال الدجاج اللي مقطعينهم طروفة بروشيط كيما بغيتي تسميهم نتايا، وغنحركهم شوية بهداك الزيت باش ما يتحرقوش لينا. معاهم فازكين غنديرو عليهم شوية ديال الملح على حسب الذوق، على حساب العيار، وعلى حساب داكشي اللي تبغي انت، الملح اللي تبغي انت، قابلها ملح. هنا غنديروا البياض البزار، بيض تسعدكم. غسلت الدجاج هذيك اللي قالت لي ما غسلتيش دجاجك، حيدوا الدجاج من العافيه بحال اللي تتحيدوا عدوكم. نارق حيدوا عليا، زيدوا عليه الحار، شنقول لكم، معلقه ديال الحار، وغنزيدوا معلقه ديال سكينجبير راه تحيد البروده من ركابي، وغنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم عرق اللي هو يا الخرقوم عرق الكركم، الكركم بيقولوا له بالعربي الكركم، والله تيقول لك العايروني عاوتاني العايريني عايريني، يقول لي ويلا على هضره عندك كي دايره وتي سوقك داويه فمك تي انا داوي لي فمي خلي ندوي كيما بغيت. المهم بعد ما حركنا دجاجتنا، بعد ما حركنا صدوراتنا، بعد ما حركنا صدوراتنا تحريكه 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 مزيان، شوفوا الماء بدا يخرج منه. شنو غنديروا؟ غنبداو دابا نحيدوه من طنجره ونحطوه في شي طبيصيل. نتوما خذوا لكم شي معلقه تكون تقبه باش يهبط لكم هذاك السوائل تحت، ماشي بحال انا داير خشبه عروبي ما عندكم ما ديروا. من المخ ما عنديش تيفكر، ولكن ما عندي ما ندير، حيدتها. نتوما درت لكم كامله بحيدتها باش ما تقولش ديك وحده ويلي حيدتيها باللقط، قلت لي حيدتيها بالمعلقه. غنزيدوا عليها واحد نص كي نص كي نص بصله مشلضه تشليضن، تعرفي تشلضي بصله شلضيها، وغنزيدوا عليها واحد فلفله صفراء حمراء خضراء كما كانت ما عندكش بلاش، وغنخليوها تصوطى في هاد التصوطه، غتصوطى عليكم اليوم في هاد الطنجره هادي. وغنزيدوا عليها معلقه ديالاش ديال الثومه مقرده حتى هي، وحدي وراسكم الثومه تتحرق دغيا. داكشي علاش شحرت انايا البصله والفلفله هي الاولى، وعزت عليها الثوم باش ما تحرق ليناش. انايا عندي كاس ديال الرز باسماتيك اللي هو غاسلو مزيان ومصفيه، وجدته هنايا وتا هو ويا غنشحرو بحال ديك اللعيبه ديال موز الزريعه. صافي ديك فايته قال سعد موز الزريعه ملي كنتي قال لي الزريعه داكشي قديم تيجلسي قال ليها. دابا انا تنقلي هنايا الروز ديالي، ولكن شويه راه بسماتي الا قلبتيه بزاف راه غيتهرس لك. دابا غيجيو هذوك الفاهمات، قبل الفاهمات ما يجيو انا جاوبتكم. المهم هنايا تتحركي هذاك جوج كيسان ديال مرق الدجاج، ما عندكش الماء خويا، غالما غالما حتى هو في الاملاح المعدنيه وتينفع، ما تخممش لو كنت دير الماء. زيد الملح شويه، محت قبل درنا حنا الملح قليل. دابا هنايا نخليو هذا الماء هذا ولا هذا مرق الدجاج يوصل لدرجه الغليان، وغنزيدو عليه الدجاج ديالنا. اه بغيتو ديروها باللحم ديروها حتى باللحم، يلاه ماشي غير بالدجاج. بغيتو ديروها بالكروفيت ديروها حتى بالكروفيت حتى هويا، اختاروا اللحم اللي بغيتو. بغيتو ديروها بالزبانيخ والمشروم ديروها بالزبانيخ والمشروم. كاع الناس اللي تيبغيو هذاك الشيء الفيجيتابلز، غا بعد ما غلى لينا الماء غنسدو عليها وغنخليوها طيب لمده 15 دقيقه على عافيه مهيله، وغنطفيو عليها بعد 15 دقيقه. بعد ما طيب بعد ما طيب 15 دقيقه غنطفيو عليها، كان على حساب البوطه ديالك، انا عندي هنايا ديال الضو خليتها 15 دقيقه، طفيت عليها وخليتها حركتها واحد التحريكه صغيره وخليتها في الطنجره ديالها. بسم الله الله على ريحه على ريحه روعه 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 روعه. وتقدر دير فيها اي عطريه انت عزيزه عليك ولا انت عزيزه عليك. الروز ما تيجيش معجن نهائيا، تيجي مفتفت كل حبه بوحدها، هذا هو ليسونسيير من هادشي كله. والسبب تيرجع للغسيل ديال الروز، غنسد عليها ونخليها واحد 10 دقائق وبالصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا عيرتوني مره اخرى، قراوا الكومنتيرات وسمعوا الفيديو جوج مرات وعاد عايروا، والله يعاوننا عاونات، والله يسهل عليكم وخليتكم بخير.